السلام عليكم. هنا في دبي تشوف الناس لابسين نظاراتهم في الشارع، في البحر، وبعد في المول، في الكلاس، في الجمعية، كل مكان. بس اليوم نتكلم مع شخص مميز جدا. أقدم لكم عبد الله، شاب لم يخلع نظارته منذ 7 سنين. عبد الله، خبرنا عن سالفة النظارة. سالفة النظارة بدت من زمان، قبل 10 سنين تقريبا. كنت بعدني ياهل صغير تشيكو. أتذكر كنت أطلع من البيت أشوف الناس يحطون قطعة سوداء في نص الوجه، فجأة تعرف قطعة سوداء في نص الوجه. أقول شو هالقطعة؟ شو هالسالفة؟ شو هالشيء الغريب اللي فيها بيضة هني وبيضة هني؟ بعدين عرفت إن كانوا يسمونها النظارة الشمسية. فنعجبت إيش قلتوا؟ شو هذا الشيء مش طبيعي، لازم أنا أشتري واحد. فطبعا وقتها وانا صغير يعني ما كان عندي فلوس اني اشتري نظارة، فرحت عند اهلي قلت لهم اعطوني فلوس يعني، بس رفضوا الفكرة، قالوا انها خسارة ومضيعة الوقت يعني. فقررت ان انا بجهدي اشتري نظارة، فرحت اشتغلت في كل مكان ممكن اتصور، ومرات اشتغل شغلتين ثلاثة في نفس اليوم. بس الحمد لله بعد تعب بعد قرارات يعني، روحي خلاص كانت تطلع وعرق وشكل، قدرت اشتري نظارتي الحبيبة اللي اليوم طبعا اسميها الحب. واشكر الله اني قدرت اشتري هاي النظارة. وعبد الله لا يخلى نظارته ابدا، فتجدها عليه في جميع الاوقات، حتى وهو يتمرن، يقوم بالاعمال المنزلية، وهو نائم، وأيضا خلال الاستحمام. تشوف هذا الشباب اللي هنا يلبسون نظارة شمسية والمول، توقع ليش يلبسون نظارة شمسية؟ منو كان أول شخص اللي لبس نظارة والمول؟ منو؟ خبرني، لا تخبرني، ستوب، أنا بخبرك. أنا كنت أول شخص يلبس نظارة شمسية ويدخل المول. الحين الحمد لله عندنا وايد مولات، بس على أيامنا قبل كان عندنا مول واحد بس كل حد كان يتجمع فيه. كنت أول ما أحط ريلي وأدخل المول تشوف الناس كلهم يتلفتون، كل واحد يدق الثاني، شوف 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 شو السالفة، كيف جي؟ وهذا اللي كان يسوي شوبينج يهد أكياسه، اللي كان ماسك ولده هني يفر ولده، يجون بس يطالعون إنه منو هذا الشخص يعني، صدق واو واو كانت الكلمة. حتى اليوم تعال شوف البنات قاموا يلبسون نظارة شمسية ويروحون المول. تعرف ايش البنات يلبسون؟ هم اصلا مش عارفين ليش يلبسون نظارة شمسية ويروحون المول. بس تعرف ليش؟ انا بقول لك ليش، لا تقول لي لا بليز، انا بقول لك ليش، لان انا كنت السبب في هذه الموضة او الحركة اللي تبون تسمونها، بس انا كنت السبب. من متى تعرف عبد الله؟ انا عارف عبد الله من يوم احنا صغار، لو تحصلنا في الفريج نلعب ويا بعض. شو تقدر تخبرنا عن عبد الله؟ والله شوف عبد الله من صغرنا شو يبي يكون ولد الكول، يعني هو انه مميز عن باقي الشباب، لو تجي تحصله قاعد يسمع اغاني راب، تعرف هاي التوباك بيجي ايام اول حيد يوم الناس يتضاربون، او ان التوباك يقطع بيجي، لا بيجي يقطع توباك. عبد الله يوم حد يساله يقول ان بيجي هو احسن مغني راب موجود، ما في حد احسن عن بيجي. كان شو يعيبه ان بيجي دوم يلبس نظارات كل الناس يحبونه، كل بنات يلحقونه، هاي النظارات ما كانت فارقه. دوم يوم تحصله في الفيديو لابسنه، يوم تحصله في البيت ولا حد مصورنا دوم لابسنه. عبد الله شو قال؟ يعني لو هالمتين يلبس نظارات وكلها مستويله، انا لو لبسهم شو بيستوي؟ تعرف مرات اطلع واتعرف على ناس، تخيل الناس ما يكون عندهم ولا نظارة، لا يعني جد ولا يعني حتى وحدة ما عندهم، ولا مرة اشتروا نظارة شمسية. يعني استغرب هاي الناس شو يفكرون؟ ليش شخص ما يبي يشتري شيء يخليه وايد طار؟ هل تظن اللي تحت النظارة تغير في آخر 7 سنين؟ شو قصدك؟ عيونك لو حقيت النظارة
فروجو؟ والله يا ثابت ما رو معطيك جواب دقيق، يعني نفس ما تعرف آخر 7 سنين النظارة ولا مرة انعقد. بس اللي أنا أقول لك إياه أني أنا أؤمن شخصياً أن حتى لو عيوني تأثرن أو انضرن بطريقة سلبية فالموضوع يستاهل. ليش؟ أن أنا لآخر 7 سنين لمدة 24 ساعة كان شكلي طر، شو تبغى أكثر عن جي؟ كان شكلي نفس ما يقولون اليوم very very cool. فإذا أنت شكلك طر استوي لي استوي في عيونك، شو حركة؟ في بيتي نفس ما تشوف الليتات أبدا ما تسكر. أبدا؟ أبدا، من أصلا لو تسكروا أنا ما هو ما أشوف، بعدين يمكن أتعود. أنت تبغاني أتعود؟ لا لا أكيد فاهم أكيد فاهم. بس ما فكرت تعقل النظارة؟ أكيد لا، أنت مينون؟ كيف أعقل النظارة وأخاطر؟ إلا شكلي ما يكون طار، كيف أخاطر بهالشيء؟ أنا لازم أكون كول. أقول أنا أتعور أحسن لي. صاحي؟ النظارة ساعدتك مع البنات؟ أوه! شو بنات؟ شو اللي تباه أنت؟ كل الأعمار، كل الجنسيات. يا اخي ما يهدوني في حالي، حتى انا بثبت لك النظريه، خلني بس اكسكيوز مي اكسكيوز مي 1 مينيت 1 1 1 جلاس مي جود واو ثانك يو سير. شفت ولا ما شفت؟ شفت لما قلت لك مش طبيعي. اذا ممكن اسال شو بتسوي النظارات انكسرت؟ ليش تسألني نفس السؤال؟ أنا آسف بس لا كلامك صح يا ربي، كلامك صح. أنا عارف إن في هالدنيا كل شيء لنا هذا، لازم أستعد حق اليوم اللي ممكن يظهر فيه، ممكن مش أكيد بس ممكن تنكسر. بصراحة إذا انكسر ما أظن إني أقدر أعيش، عادي انتحر. هنا في دبي تحصل وايدين مميزين بس قليل اللي يلفتون إعجابنا مثل عبد الله. شكرا لمتابعتكم، نشوفكم الأسبوع الجاي. كان معاكم ثابت المعولي دبي. Hey guys, don't forget to let me know your thoughts in the comment section below on Facebook or on Twitter. Also, don't forget to click that subscribe button.